آخر. الممثل السوري اللي بيشبه رجل أحلامك بشخصيته. يا لطيف، تخيل جاوب على هالجواب قبل ما أعرف الأسماء. ليه لا؟ باسل خياط، قصي خولي، أم معتصم النهار؟ شو بيعرفني بشخصيته الشخصية المتشخصنة الداخلية أنا؟ طب بشكله؟ هينت لك إياها كمان. حلوين. لا بس تعال حتى أكون ذكية بالجواب. باسل خياط متزوج الآن، ومعتصم النهار متزوج الآن. قصي خولي، تاخذي قصي، قصي مطلق. فإذا بنضوي قصي خولي. لعندك حبيبة، مع احترامي لإلها يعني.